إذا أهلا وسهلا متابعينا الكرام في هذا البث المباشر هنا مباشرة من مدينة تطوان. حنا كنتواجدوا بالضبط يعني بسوق طرانكات، السوق الشهير بالمخازن ديالو الخاصة بالسلع، وموضوع اليوم هو الإقبال اللي كتشاهدوا يعني مجموعة من المحلات التجارية اللي كتبيع المواد اللي كتدخل في إعداد وصناعة الحلويات المغربية الأصيلة أو حلويات العيد. متابعينا الكرام، فالأسر بدات تتوافد على المحلات من أجل شراء المستلزمات والمواد اللي كتدخل كما قلنا متابعينا الكرام في صناعة هاد يعني الحلويات التقليدية اللي معروفة بها الأسر المغربية. اليوم هو اليوم 26 من رمضان المعظم، وبالتالي فالأسر فهي بدات كتوافد على المحلات التجارية اللي كتبيع هذه المواد اللي كتدخل في صناعة الحلويات. المتابعين الكرام من يعني الشوكولا، وكذلك يعني سواء الشوكولا البيضاء او الشوكولا يعني اللي بالحليب او يعني الانواع ديال الشوكولا السوداء متابعينا الكرام، بالاضافة الى الخمائر وكذلك يعني القوالب الخاصة بالحلويات، وكذلك العقد الخاصة بالفواكه الجافة متابعينا الكرام، كذلك السكر كلاصي، السكر مطحون، انواع ديال الزبده، التمر يعني اللي معجون، وباقي الفواكه الجافه متابعينا الكرام اللي كما قلنا فكتدخل في اعداد الانواع ديال الحلويات اللي معروفين بها المغاربه من كعك يعني، وباقي الحلويات الاخرى متابعينا الكرام اللي كتزين يعني مائده الاسر المغربيه يوم عيد الفطر السعيد متابعينا الكرام. لكن ما قلنا متابعينا الكرام فكما كتشاهدوا فاليوم كاين اقبال غير مسبوق هنا بمختلف المحلات التجاريه على مستوى سوق الطرانكات هنا بباب التوت متابعينا الكرام. فمجموعه من الاسر فهم جاوا اليوم باش انهم يعني يقوموا بشراء مستلزمات اللي كتدخل اعداد مختلف الحلويات اللي كتزين المائده المغربيه خصوصا خلال فترة عيد الفطر السعيد متابعينا الكرام. يعني هذه هي الحركية، وهكذا تبدو مختلف المخازن هنايا على مستوى باب التوت بسوق الطرنكات متابعينا الكرام. طبيعة الحال فالكل هنايا يعني ابتداء من هذا اليوم فهم بداوا يعني خرجوا هذه المستلزمات ديال الحلويات، وطبيعة الحال فغادي نتعرفوا واش كاين شي زيادة في هذه المستلزمات اللي كتدخل في صناعة الحلويات الخاصة بعيد الفطر السعيد، ولا يعني بقى للأثمنة كيف ما هي. إذا من خلال هذا المباشر غادي نستشفوا أكيد بأن يعني الدقيق والزيت ديال المائدة فالثمن ديالهم غادي يكون ارتفع هذوما لا محالة، يعني سابقا تم يعني الثمن ديالهم فهو ما بقاش عالي. غادي نكتشفوا هذا يعني الخمائر وباقي المواد اللي كتدخل في صناعة يعني متابعينا الحلويات. كما قلنا فاليوم يعني كاين حركيه غير عاديه هنا على مستوى سوق الطرنكات هنايا بباب التوت، فكاين مجموعه ديال المواطنين فهم جاوا اليوم لهذا السوق باش انهم يشريوا مستلزمات الخاصه باعداد الحلويات متابعينا الكرام. اذا بقوا معنا متتبعي قناه شوف تي في، هذه هي الاجواء وهكذا تبدو مختلف يعني المحلات التجاريه اللي موجوده هنايا على مستوى سوق الطرنكات هنا بباب التوت متابعينا الكرام. للاشاره هذه مجموعه من المواد اللي كتدخل يعني في صناعه الحلويات المغربيه الاصيله او الكعك. كاين الخمائر، كاين هذه العقد الخاصه بالفواكه الجافه، وكذلك يعني هذه الانواع ديال الزبده اللي كتدخل كما كتشاهدوا. فالمواطنين فابتداء من اليوم يعني اليوم 26 من رمضان فهو كاين اقبال، واكيد بان باقي المواد الاخرى فغادي تلقى اقبال من بيض وكذلك من دقيق وزيت وباقي المواد الاخرى اللي كتدخل في صناعه الحلويات. فالمغاربه معروفين بان المائده ديالهم خصهم يوم عيد الفطر انها تكون مزوقه، انها يكون فيها الحلوى
حفاظا على يعني كما قلنا متابعينا الكرام على يعني العادات والتقاليد اللي كتعرفها ومعروف على المغرب بالتعدد ديال الثقافه ديالو متابعينا الكرام. اذا ديال الانواع ديال المستلزمات اللي كتدخل في صناعه الحلويات المغربيه متابعينا الكرام. كما قلنا فاليوم كاين اقبال غير مسبوق خلال هاد اواخر يعني شهر رمضان المعظم، يعني العشر الاواخر من رمضان المعظم متابعينا الكرام. كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام فالاسر فهي بدات كتوافد على مجموعه من المحلات التجاريه هنا على مستوى يعني سوق باب التوت متابعينا الكرام. طبيعة الحال فكاين الاسر اللي كتشري الكوكو، كاين الاسر اللي كتشري يعني الفواكه الجافه، سكر كلاصي، التمر معجون، الزبده، يعني الانواع ديال الخمائر، وكذلك يعني الشوكولا البديله، يعني سواء يعني الانواع ديال الشوكولا البيضاء او السوداء او يعني اللي كتكون مخلطه بالحليب متابعينا الكرام. طبيعه الحال فحتى القوالب الخاصه يعني اللي كتوضع فيها الحلويات فهي كاينه، وكذلك فكاين حتى اقبال على مستوى يعني بعض انواع العطور اللي كيتم يعني الطحن ديالها متابعينا الكرام هنا مباشرة يعني أمام الزبناء كما كتشاهدوا معنا من خلال هذا المباشر متابعينا الكرام. كما قلنا فهذه الأنواع هي المستلزمات اللي كتدخل صناعة الحلويات اللي كاينة اليوم هنايا في مدينة سيرت، ديال الأنواع ديال الشوكولا اللي كذلك بعد الحال فكل واحد على حساب الجيب ديالو متابعينا الكرام. هذه المحل اللي كنتواجدوا فيه فهو كيلقى اقبال غير مسبوق خصوصا في الايام ديال الاعياد الدينيه، وكما قلنا فمختلف المحلات التجاريه فهي كتلقى نفس هذا الرواج اللي كتلقى هذه المحلات التجاريه متابعينا الكرام. اذا هذه هي كما قلنا متابعينا الكرام فهذه هي مشكلات الحلويات اللي كاينه هنايا بالحمامه البيضاء اللي كتدخل اعداد كما كتشاهدوا كاين الخمائر كذلك كاين التمر اللي هي معجونه كاين الزبده كاين باقي الانواع الاخرى متابعينا الكرام. كما كتشاهدوا متابعينا الكرام فكاين حركه غير عاديه هنا على مستوى مختلف المخازن اللي كاين هنا على مستوى باب التوت، فالكل يعني جا اليوم باش انه يشري المستلزمات الخاصه باعداد مختلف الحلويات اللي كتزين يعني مائده المغاربه خلال يوم عيد الفطر السعيد متابعينا الكرام. الوليد قلت باش مية الأسمين واش بقى كيما كانوا ولا غريب؟
المتابعين الكرام، هذه هي الانواع كذلك ديال الفواكه الجافه اللي كتدخل في صناعه مختلف الحلويات اللي كتزين المائده ديال المغاربه. متابعينا الكرام، كما قلنا خلال شهر رمضان، خلال يوم العيد عفوا، خلال عيد الفطر السعيد. متابعينا الكرام، هذه هي التمر اللي هي معجونه، هذا السكر كلاصي، هذه هي الزبده، هذه الانواع ديال الخمائر، وكذلك الانواع ديال العقده اللي كنسميوها حنا العقده الخاصه بالفواكه الجافه، يعني خصوصا اللوز وباقي العقد الاخرى، الكوكو، هذه الانواع ديال الخمائر، هذه الانواع ديال القوالب اللي كتجي فيها الحلوى، هذه الانواع ديال الشوكولا، سواء الشوكولا البيضاء او السوداء. متابعينا الكرام، وكذلك متابعينا الكرام باقي الانواع اللي كتدخل في صناعه الحلويات. كما قلنا فاليوم كاين حركية غير عادية هنا بمختلف المحلات التجارية. متابعينا الكرام، السلام عليكم. زيان، كما قلنا متابعينا الكرام، فاليوم يعني 26، وبداو يعني الاسر، بداو المواطنين بداو كيتوافدوا على مختلف المحلات التجاريه باش انهم يقوموا ب يعني شراء مستلزمات يعني السلام عليكم. مستلزمات الحلوى ولا باقي؟ هو مستلزمات الحلوى فاش نقول لك اخر ساعه بلي مورا المغرب عاد كيتحرك شي حاجه في الدعوه، ما دابا على الصباح الانسان كيبقى ناعس كاينو تشي الدعوه فاش نقول لك الله يطفينا وصافي. هذا العام واش كتكون بان الناس غادي يشريو، غادي يعملوا الحلوى ولا ديك التقليد؟ طلبوا الله اليومين الاخرين اللي باقا، هي ما اليومين اللي كازو راه بركه الله وصافي. اه والله. وهذا العام التجاره كيفاش كانت بالنسبه لكم انتوما؟ واش كان الناس واش شراو التمر ولا كانت الامور شويه معقده؟ والتمر هذا العام كان رواز عليه خيس، ما كاينش شي رواز عليه. اللي كتاخذي كيقول لك الحريره غاليه على التمر. التمر كيمشي مع الحريره. والحريره القوم ديالها كان غالي، شكون اللي غادي يشري التمر؟ التمر هذا العام جا رخيص، وهيدا كون ما سرح حتى واحد، هيدنايا بقى تبارك الله. هذا العام المستلزمات ديال الحلوى طلعت الثمن ديالها ولا باقي الثمن ديالها؟ مستلزمات الحلوى طلعت الزبده والتمر، وطلع الزبده كانت هذه كانت كتعمل 10 دراهم 9 دراهم، دابا رجعت كتعمل 15 دراهم. وهذه الصغيرة؟ الصغيرة كانت كتعمل 4 دراهم ونص، دابا كتعمل 8 دراهم. شنو الأغلبية المستلزمات الحلوى اللي طلعت؟ واش الزبدة ولا كلشي تقريبا؟ الزبدة والزنزلان، الكاوكاو، الكاوكاو كان كيعمل 20 درهم، دابا رجع كيعمل 38 درهم. وذاك الغليظ كان كيعمل 16 درهم، دابا رجع كيعمل 30 درهم. والنفع حبة حلاوة والزنزلان حتى هما زادوا واحد 20 درهم في الكيلو. وما سيغار والشوكولات كان كيعمل 20 درهم، دابا رجع كيعمل 24 درهم، والكواغستا ديال الحلوى وغلاو، وهادشي اللي كاين ديال الرايه. بالنسبة لكم انتوما واش هذا العام يعني غادي كنشوف انايا يعني جبت السلعة قليلة واش كتخافوا بان ما تخرجش ولا تتشوفوا واش غادي تخرج هاد السلعة؟ حيت السلعة دابا ملي كيكون ايام الاعياد ملي كتمشي تشريها كتجبرها غالية، ما تقدروش تمشي نجيبوها.
اللي كتجيبها كدوز ديك سيمانات العيد عاو كيطيحوا فيها وهم السلعه راسهم كيتلعبوا فيها وما كيما بغاو. في مره كتبرا غاليه، مره ايام العيد كتبرا غاليه، ايام التعاديه كتبرا رخيصه، عاود كتكون الازمه ما كيبغوا بيعوا سرعه. واخا كنخافوا حنا نجيبوا السلعه غيكون زاد يوم ماين د العيد عاود تبقى لك هنايا، هما مكيبغيوش يجيبوا السلعه كيخليو هادشي هكا يداك احسن. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. وعشركم مبروكة، عيدكم مبارك. إذا متابعينا الكرام، كما جعل لسان أحد التجار هنايا على مستوى سوق يعني الترانكات بباب التوت، فمجموعة من المستلزمات اللي كتدخل في صناعة يعني الحلويات فهي الثمن ديالها تزاد وغلات. نتمنوا إن شاء الله أن الأسر يكون عندها يعني القدرة الشرائية باش أنها تجي وتشري وحتى هي دير الحلوى باش تزين بها يعني المائدة ديالها خلال يوم العيد السعيد. متابعينا الكرام، إذا متابعي قناة شوق تي في، إلى هنا ننهي هذا البث المباشر إلى بث آخر. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي.